غرغرين القدم أو أمراض شرايين الأطراف، وهي عبارة عن انسداد أو تضيق في جدار الشريان المغذي لذلك العضو أو الطرف. في بادئ الأمر تبدأ الأعراض بالظهور، وهي الشعور بالألم بالساق أو القدم بعد قيام مجهول بدني مثل الركض أو صعود الدرج. بعد ذلك يتطور المرض ليصبح نقصا حادا بالتروية الدموية، قد يصاحبه تقرحات أو جروح بالإضافة إلى ألم يلازم المريض حتى في وقت الراحة. يقدم طبيب الأشعة التداخلية حلول فعالة من خلال تقنية القسطرة في علاج مثل هذه الأمراض، مجنبا للمريض مخاطر الجراحة لهؤلاء المرضى. يبدأ الإجراء بإدخال أسلاك طبية رفيعة في شريان الفخذ متجها إلى التضيق المطلوب. بعد ذلك يتم إدخال قسطرة قصيرة، وهي بمثابة بواب للشرايين أثناء القسطرة. يقوم طبيبكم توجيه السلك الطبي الدقيق لتمرير القسطرة المطلوبة من خلال ذلك التضيق. بعد ذلك يتم نفخ البالون داخل جدار الشريان المتضيق ليسمح لمرور كمية أكبر من الدم كما هو بالسابق. في حالة عدم استجابة الشريان بشكل كامل، يأتي خيار زراعة الدعامة في المعدنية الطبية، حيث يتم تمريرها بنفس أسلوب البالون ليتم إلصاقها في الجدار الداخلي من الشريان ليبقيه مفتوحا لمدة أطول. لقد تطور مجال الأشعة التداخلية في هذه التقنية لعالج بعض حالات الانسداد من النوع المعقد، بحيث يتم الدخول من شريان أعلى الفخذ وبنفس الوقت الدخول من شريان القدم باستخدام قساطة دقيقة جدا، بحيث يتم توجيه السلك الطبي من الأسفل وسنارة طبية من الأعلى. وعندما ينجح مرور السلك الطبي من الانسداد، يقوم الطبيب بشده إلى الأعلى مستخدما السنارة الطبية لذلك. بعد ذلك تبدأ عملية التوسعة بالبالون والدعامة حسب الحاجة كما أسلفنا. بعد الانتهاء من القسطرة تتم إزالة جميع أنواع البساطة المستخدمة، ومن ثم تدبيس الشريان أو الفتح الشرياني لغادر المريض البيت بعد ذلك بحدود 3 ساعات. بعد التخلص من مشاكل التروية الشريانية للقدم بالقسطرة، من المهم عزيز المريض أن تهتم بتقليل فرص رجوع التضيقات والانسدادات مرة أخرى، وذلك من خلال التوقف عن التدخين فورا، الالتزام بالأدوية الموصوفة لك، وممارسة الرياضة. أخي المريض، قدميك غالية، فحافظ عليها باتباعك تعليمات الطبيب.